ليث حسين، ناطق هاشم، ليث حسين ناحية سعد عبد الحميد، سعد عبد الحميد إلى سمير كاظم، سمير إلى أحمد راضي، ملعوبة الكرة من ناطق وأحمد راضي يلعبها، لكن الله أحمد، أحمد يا أحمد، أحمد راضي يضيع أول فرصة للمنتخب العراقي، وهذه إعادة، هذه إعادة، شوفها، شوف الإعادة، أحمد راضي ولاعب غناص لكن ما قدر. شوف ناطق هاشم كعبة لعبها حلوة ملعوبة، فعلا صنع له هدف ناطق، وأحمد راضي حطها في الزاوية لكن أيضا المست في حارس المرمى، مو هو اللي طلعها حارس المرمى لأنه لعبها بالخطأ أحمد أيضا، والمست في حارس المرمى ويقدر يحصل عليها مرة ثانية. حارس المرمى إبراهيم عبد الرحمن، طويلة توصل إلى سعد عبد الحميد، سعد براسه مرة ثانية، عبد الله هادي منتخب اليمن، سمير كاظم توصل إلى صلاح سيف الدين، إلى منتخب اليمني غير لكن بالخطأ، ناطق هاشم توصل منتخب العراقي، ناطق هاشم وأربعة ضد أربعة، أربعة ضد أربعة، وأحمد راضي خمس لاعبين ضد أربع لاعبين، ملعوبة وأحمد راضي، وأحمد راضي يلعب له كرة عرضية وحلوة لكن يطلع وتوصل، لا زالت الكرة خطرة، خطرة وملعوبة عرضية وتلمس في حارس المرمى، تخبط في حارس المرمى، فعلا هي تلمس حارس المرمى وراح تشوفونها بالبطيء، راح تشوفونها بالبطيء، مو هو اللي مطلع حارس المرمى، لا هي اللي ضربت في حارس المرمى بكتفه وصد، انصدت الكرة على طول، على طول كان راح يسجل، وهذه إعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، اللعبة من أحمد راضي ولعبها على طول جناح الشمال، شوف اللعبة قوية، تلمس في المدافع وضربت في حارس المرمى ويكملها اللاعب على طول، ترجع توصل تطلع برا الملعب، رمية أحمد راضي، أحمد راضي وناطق هاشم طالع له، يلعبها ناحية ناطق هاشم، ناطق طالع له أكثر من لاعب في خط الهجوم، يلعبها لكن خطأ، خطأ من أحمد، طبعاً اللاعبين هذا زعلان اللاعب اللي ما لعبها له، فعلاً حقه، لأن اللاعب ناطق هاشم كان طالع له أكثر من لاعب ويلعبها، يلعبها في المرمى لكن كان في زاوية مائلة ناطق. منتخب اليمني ذكرنا أن الكرات العكسية هو اللي أخطر فيها. توصل إلى ليث حسين ناحية ناطق هاشم، ناطق هاشم كرة مع ناطق، حاول يرفع له كرة، ناطق هاشم يرفع له كرة وحلوة ملعوبة لكن تلمس، تلمس وتطلع إلى ضربة ركنية، تطلع، تطلع إلى ضربة ركنية، طلعت، طلعت، طلعت إلى ضربة ركنية، وحكم المباراة غازي القندي يقول إن طلعت. شوف الإعادة هذه معاكم المخرج، شوف شلون علشان يروح الشك إذا كانت بعيدة، هذه طلعت، شوف شلون عدت على الخط وبعد الخط على طول، بعد الخط كرة ملعوبة لكن يطلعها أحمد راضي برا الملعب، برا الملعب. ومنتخب قينيا تلعب الكرة، منتخب اليمن ملعوبة الكرة، منتخب اليمن، منتخب اليمن يعدي لكن طلعها منه شرار حيدر، وفي فاول، في فاول على شرار حيدر، في فاول على شرار حيدر، إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب العراقي، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب العراقي، ضربة ركنية تلعب الضربة الركنية وهي لافة وحلوة لكن يطلعها مرة ثانية حارس المرمى، فعلا كانت كرة لافة على حارس المرمى فيها صعوبة لما تلف الكرة تكون فيها صعوبة أكثر. هذه مرة ثانية شوف التصوير، طبعا التصوير هذا اللي أمامكم من المصورين الأخوة المصورين، تلعب الكرة وجول، الله 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 جول، جول من أحمد راضي ويعوض الفرصة اللي ضيعها أحمد راضي في الدقيقة 24، في الدقيقة 24، هذه عادة، هذه عادة راح تشوفها من كل الزوايا الإعادة، جول سجل أحمد راضي وهو مرتاح وهو راضي، هذه عادة، هذه عادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، هذه الإعادة في اللعب، توصل إلى حلوة ملعوبة، حلوة ملعوبة وتطيح بالحارس وتطيح وجول، خلاص جول لأن اللاعب فاضي مرتاح.
مرتاح وماخذها وسجل فيها. راح تشوفون اهداف كل ناركم وفعلا اهداف. الفريقين راح يهجمون وراح تشوفون اجوال واكثر. حلوه ملعوبه، حلوه ملعوبه، وسجل في الدقيقه 6. يسجل في الدقيقه 6 تقريبا على ساعه شاشه التلفزيون مع الاعاده، شوف الاعاده. فاضي الجول. جول. جول وفاضي وحطها فعلا. سجل الهدف. اللاعب محمد حسن يسجل هدف التعادل. شوف الاعاده، شوف الاعاده. اشترك فيها اربع لاعبين بما فيهم حارس المرمى ويطيحون الاربعه ويسجلها اللاعب محمد حسن هدف التعادل من اليمن. الديمقراطي تلعب طويله. توصل الى سمير كاظم. ملعوبه منتخب العراقي وليث حسين وهو الجول. الله 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 جول. اجوال راح تشوفون. ليث حسين يسجل الهدف الثاني. شوف الكره، شوف الكره شلون ملعوبه حلوه. وهذا ليث حطها بالزاويه، حطها على طول. محمود رماده شوف شلون يندفع ولاعب سريع. شوف شلون وهو مندفع لانه هو خطر الكره، وبالتالي ما فيها موقف تسلل لان لعبت له الكره بعدين انفرد، فما فيها موقف تسلل. لكن اللعبه عاليه ممكن لمست اللاعب العراقي، لكن طبعا هو اغرب واحد حكى المباراة. تلعب الكرة وجول. فعلا جول. وسجل الهدف. يسجل، يسجل الجول في الدقيقة 13، في الدقيقة 13 امامكم. وهذه اعادة، هذه اعادة، هذه اعادة. احمد راضي، احمد راضي، احمد راضي لاعب قناص، لكن حط له هدفين. هذه اعادة، هذه اعادة. شوف شلون من على طبعا الانوار الكاشفه، من على الانوار الكاشفه النقل والكاميرا الموجوده. شوف الاعاده، شوف يعدي 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 على طول ويلعبها على راس احمد راضي وسجل فيها في الزاويه الرياضيه. غدا ان شاء الله منتخبنا الوطني راح يلعب، والمؤازره مطلوبه، مطلوبه ايضا المؤازره مطلوبه من جماهيرنا الرياضيه تحضر، لان مو بس لعب الكرة ملعوبة وجول. في هدف رابع وهذا الهدف الرابع. جول. جول رقم 16 سمير كاظم. جول. وراح تشوف الإعادة. هذه إعادة. هذه الإعادة. هذه الإعادة في الدقيقة 18 طلع رقم 16. 18 طلع في الدقيقة 18 سجل سمير. سمير كاظم يسجل. كاظم. واضح اللعب إنه في أهداف. واضح اللعب جدا واضح إنه في أكثر من جول. المنتخب العراقي وتلعب الكرة. تلعب الكرة وتنقطع. وقطعها مرة ثانية. المنتخب العراقي. ليث حسين الكرة معه. معه. سعد عبد الحميد يلعب له. سعد عبد الحميد. سعد عبد الحميد يعدي. سعد عبد الحميد يعدي ويلعب له كرة عرضية وخطرة. خطرة تلعب الكرة لكن تطلع برا الملعب. وتوصل الى ضربة مرمى لصالح المنتخب. الشوط الاول 1-0، واحد مقابل لا شيء. تلعب الكرة. كرة راح تلعب لكن تأخر فيها اللاعب ايضا، لانه تقدم اكثر من لاعب وتصد. تلعب جول. جول. سجل هدف، سجل هدف المنتخب اليمني. في اهداف، ستة اهداف في المباراة. ستة اهداف حلوة في المباراة. في الدقيقة 30. في الدقيقة 30 فعلا سجل هدف في الدقيقة 30. شوف الإعادة وراح تشوف الإعادة مرة ثانية أيضا. هذه إعادة وهي اللعبة ملعوبة. هذه اللعبة ملعوبة. وسجل الهدف، سجل الهدف. ستة عشر محمد حسن نفس اللاعب اللي سجل هدف اللي هو اللي سجل هدف تعادل اليمن، وسجل في الدقيقة 30 اللي هو اللاعب محمد حسن في الدقيقة 30. في الدقيقة 30 سجل. تلعب الكرة ليث حسين وتطلع إلى ضربة ركنية. في الدقيقة 30 نفس اللاعب يقدر يسجل. المدافعين العراقيين وتوصل. طبعا ما في موقف تسلل لأن لمست المدافع العراقي، فمعناها لما توصل إلى لاعب آخر من اللاعب الفريق الثاني ما فيها موقف تسلل. لو أن لامسة لاعب اليمني ممكن يكون فيها تسلل او موقف تسلل.
تابع جيد وحلو بالتشجيع الجيد ايضا، واللي ما يحاول يحتك اي من الجماهير. تلعب الكره، تلعب جول، جول تلعب، تلعب جول، وهذا الجول الخامس، هذه جول وهذه اعاده وهذه ليث، هذا ليث لعبها فينجر فوز القدم في امام القدم لعبها طبعا مع الجاليه العراقيه الشقيق والاشقاء، والجول الخامس في الدقيقه 42، في الدقيقه 42 وهذا الجول الخامس. وايضا المستوى الفني اللي راح يقدمه ان شاء الله منتخبنا الوطني هو اللي راح يدعو في الحضور للجماهير. تلعب الكره، وخصوصا ايضا التظاهرات الرياضيه الشيء الاساسي في نجاح هذه التظاهرات والبطولات الرياضيه، الحضور الجماهيري هو السبب الرئيسي لنجاح مثل هذه التظاهرات وهذه البطولات. والحمد لله بالنسبه لجماهيرنا الرياضيه في الصالات اللي فيها المباريات سواء في السله او في القدم او في الطائره، وايضا في استاد نادي كاظمه يحضر ويؤازر منتخباتنا ايضا الوطنيه والمنتخبات الضيوف ايضا وعزيزين علينا كلهم اشقاء والدول الاسلاميه والعربيه. وتلعب الكره وليث حسين، هدف سادس، هدف سادس، هدف سادس، لا زالت، والسادس، سادس، سادس، الهدف السادس، الهدف السادس للمنتخب العراقي، الهدف السادس يسجل المنتخب العراقي في الدقيقة 44، في الدقيقة 44 يسجل. مهرجان أهداف اليوم، مهرجان أهداف، مهرجان أهداف. يسجل اللاعب رقم 12. باسل فاضل هو اللي سجل، باسل فاضل، باسل فاضل من مخرج المباراة حبيب دشتي. هذه إعادة، شوف الإعادة، اللعبة وصدت واللعبة مرة ثانية وصدت وحطها، شوف الإعادة ترجع مرة ثانية وحطها على طول وجول. في انتظار ساعة حكم المباراة خلصت، ساعة شاشة التلفزيون وساعة معلق المباراة أيضا خلص الوقت، لكن